خوفتيني أمي، فكرت المدام ماجدة. يا روح قلبي لا تخافي، قلت لحالي إجي وشوف شو عم تعمل بنتي الحلوة. مو معقول شو حلوين زهراء، شو هالشغل الحلو بنتي؟ عن جد عجبتك أمي؟ أكيد عجبتني، كتير حلوة مثل عيونك. دائماً بتشجعيني. أيلول تعي شوي. خير في شي؟ شو دخلك؟ ليش فجأة هيك بتعصب؟ قلت هيك رمال إذا بدك ساعدك. ماني بحاجة لحدا يساعدني، إن شاء الله فهمتي. أيلول تمام تمام خليل جاي. وين غلطة أنت؟ ليكني قدامك خليل، شو قالت لك لحتى عصبت؟ أنا كل ما شفتها هيك بعصب، بدون سبب تستفزني، تذكرني بهداك زوجك القديم، يا ريتو أخذها معه وخلصنا. بلا سؤال، ليش تزوجتني؟ شو هالسؤال هلا؟ مازال أنت بتعرف إني أرملة وعندي بنت وبدي ربيها، ليش تزوجتني إذا ما بتقدر تشوف بنتي ببيتك وبتستفزك خليل؟ طول هالسنين اللي مرقت وأنا عم بسمع نفس الكلام، ما مليت منه؟ شو عم كذب هلا؟ والله ما كنت بعرف إنه بنتك غليظة هالقد. شو قلت؟ طلع فيني خليل، أنت ما بتعرف شو الثمن يلي دفعته كرمال تضل بنتي عايشة وبشو ضحيت، حرقت حياتي كلها ورح أكتفي بهالكلام. والله عن جد؟ شو الثمن يلي دفعتي؟ هي بنتي الوحيدة يا خليل. أولادك اللي إجوا أولاد مين؟ آه؟ الله ما خلق غير زهراء؟ ما بحب حدا أكتر من الثاني، بس أنت ما بتعرف شو يعني إنه تترك ابنك. بس أنا جربتها وانحرقت من جواتي. نفس الكلام كل مرة، خليتيني انسى شو بدي احكي. المدام عم تنادي لك. ايه خبرتني اختي تساوي لها قهوة وتاخدي لها اياها. يلا استغفر الله. يلا شو هالمرة هاي؟